أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير الإعلام أن خطاب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال تفضل جلالته بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب يمثل منهجية للعمل السياسي للدولة خلال الفترة المقبلة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن جلالته جاء بخطاب لرفع الروح المعنوية لشعبه ويبين من خلاله ثقته بالشعب والتي هي سر نجاح بلادنا. الحقيقة الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بصفته رئيس الدولة يرأس جميع السلطات، لذلك يأتي هذا الخطاب في توقيت تنتظر فيه جميع السلطات منهجية العمل السياسي خلال الفترة القادمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية اللي مر فيها العالم. هناك حرص شديد من صاحب الجلالة الملك المفدى على استمرار العمل في الدولة رغم كل الظروف، لذلك تأتي لأول مرة هذه الافتتاحية من خلال الاجتماع عن بعد. الحقيقة الكلمة السامية لصاحب الجلالة بدأها بتأكيد بأن هناك رصيد من الإنجازات يجب أن نستمر في العمل على هذا الرصيد، دليل فخر من جلالة الملك بأبنائه العاملين في كل القطاعات. أكد صاحب الجلالة بأن للأخوة والأخوات العاملين في السلطة التشريعية عبر الغرفتين الشورى والنواب بأن أسماها خدمة وطنية رفيعة، فمحملا الجميع مسؤولية العمل السياسي والفخر بهذا العمل لخدمة البحرين. جلالة الملك الحقيقة أشاد بالبحرين كلها وبجميع المواطنين البحرينيين من يعملون في فريق الوطني. كان هناك مؤشر حرص من جلالة الملك على ملف التعامل مع الجائحة باستخدام كلمة بأن صاحب السمو ولي العهد كان مكان النفس، وهذا مؤشر على حرص جلالة الملك في هذا الملف، وجميعنا نفخر كمواطنين وكمقيمين بهذه القيادة لصاحب السمو ولي العهد لهذا الملف. ما في شك بأن عندما أشار صاحب الجلالة بأن احنا أصبحنا نموذج بحريني نفتخر فيه، أصبح له صيت عالمي وريادي، هذه مؤشر يفتخر فيه القائد وولي الأمر ووالد الجميع بأبنائه في هذا التعامل الراقي من مواطنين ومقيمين مع هذا الظرف الاستثنائي. أكد صاحب الجلالة بأن العمل الوطني أبهرنا في هذا الملف، وهذا الحقيقة يعني إحنا معتدنا عليه في أي ظرف استثنائي وفي أي أزمة يأتي القائد بخطاب يرفع فيه الروح المعنوية، يبين فيه ثقته في شعبه، وهذه الثقة المتبادلة هي سر نجاح البحرين في كل الظروف الاستثنائية اللي مرت فيها أو لا سمح الله تمر فيها مستقبلا. صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله كان حريص على الشكر جميع المساهمين في حملة فينا خير، وردا لهذا الوفاء أو هذا العطاء كانت توجيهات صاحب الجلالة ببناء مستشفى للأمراض المعدية، وهذا دليل اعتزاز وفخر صاحب الجلالة بأبنائه ممن ساهموا مساهمة لخدمة مجتمعهم في هذا الظرف الاستثنائي. أكد صاحب الجلالة الملك المفدى أولويات العمل المقبلة عبر التأكيد على أهمية تعافي الاقتصاد، ويأتي هذا الملف ضمن أولويات صاحب الجلالة لما له علاقة مباشرة بكل مواطن وكل مقيم على هذه الأرض، وهذا التوجيه يأتي في عملية تحديد أهداف أولوية لجميع السلطات خلال الفترة المقبلة. ما في شك بأن اهتمام صاحب الجلالة بالشباب يأتي في جميع خطاباته واهتماماته، وتمكين الشباب
مساعدتهم في تحقيق الكثير من الطموحات. لذلك أتى توجيهه بإنشاء صندوق يستثمر في الطاقات الشابة ويدعم المشاريع الشابة. واهتمام صاحب الجلالة بهذا المشروع هو تكليف سمو الشيخ ناصر بن حمد لمتابعة تأسيس هذا الصندوق والإشراف عليه. فيما يتعلق بعلاقاتنا الدولية، نحن لله الحمد سياسة البحرين الخارجية تنطلق من أرض صلبة، وهي علاقات صاحب الجلالة الملك المفدى مع جميع قارة العالم. صاحب الجلالة أكد بأن إحنا يجب أن نؤكد بأن تثبيت أركان السلام الشامل في المنطقة. نحن حريصين كل الحرص على الحقوق الفلسطينية، وهذا ما يؤكده صاحب الجلالة وتؤكده الدولة في كل خطاباتها عند الحديث عن الأمن في الشرق الأوسط بشكل عام. الحقيقة ما أكده الخطاب السامي صاحب الجلالة هو الفخر بالمواطن البحريني وتلاحم المواطنين البحرينيين مع بعضهم البعض مع قيادتهم. هذا ما يؤكد أن منعة الدول تأتي من خلال هذا التلاحم. في الختام، الحقيقة أنا كمواطن بحريني أعمل ضمن جهاز تنفيذي في الدولة، خطاب صاحب الجلالة الملك المفدى بالنسبة لنا سواء في هذه المؤسسة التي نعمل بها أو جميع المؤسسات التي نعمل معها في الحكومة متضامنين، هذه منهجية نلتزم فيها خلال الفترة القادمة. نؤكد لصاحب الجلالة بأننا سنبقى الأبناء المخلصين لكم يا صاحب الجلالة ولهذا الوطن ولجميع المواطنين.